بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، دائما عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل الخير والمحبة والسلام. يتجدد لقاؤنا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال انطلاقة هذه الفترة المسائية، انطلاق هذا اليوم الذي خصص بداية لأول أيام ختام تمهيدي المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التي انطلقت هنا مدشنة ومعلنة أول انطلاقات ختاميات وبطولات هذا الموسم الرياضي للهجن العربية الأصيلة على تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم. على بركة الله انطلق أول الأشواط، أول التحديات. الشوط الأول الخاص بالإبكار المحليات الأصايل الذي يعلن انطلاقه مع هذا الاندفاع الذي بدأ في هذه اللحظات، في مشاركة أيضا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ التي تعلن هذا الاندفاع مع البداية مع هذه الانطلاقة. نتشرف مشاهدينا متابعينا الكرام وحفلنا الكريم بالحضور والمتابعة والتشريف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي يتابع هذه الانطلاقة هنا مباشرة من أرضية هذا الميدان. إذا نسير مع البداية، نعلن الانطلاقات في 4 كيلومترات تحمل هذا التحدي في منافسة الشوط الأول. باهية على المركز الأول لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني دفرة على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم السعيد بن راشد بن حمد بن غدير يضمرها، والمركز الثالث مشكور على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة، وعلى المركز الرابع عودة إلى هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد ومختار بن أحمد الذي يتولى التضمير والإدارة والتدريب. المركز الخامس، انطلاقنا إلى خامس المراكز مع بالظبيان لسمو الشيخ سعيد بن عبيد بن جمعة المكتوم الذي يعلن انطلاقته في المركز الخامس، بينما المركز السادس هي الشامخة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. انتقل إلى سابع المراكز، وهذه زمايم في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرض الحمير يضمرها، وفي المركز الثامن هناك شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير يضمرها، وعلى المركز التاسع بتصوغان في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم المسافري يضمرها، وفي المركز العاشر تاتي الساعه لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسم وابو خيد بن سالم المسافري الذي يضمر ايضا الساعه في المركز العاشر. هذه المراكز، وهذا هو ندانا الاول في هذه الانطلاقه، في هذه الانطلاقه الاولى التي تحمل هذه البدايه وتحمل هذه التحديات واندفاع هذا الشوط الاول، الرحله الاولى، رحله الساعات الاربع في اشواطنا والجوله الرئيسية التي تعلن هذا الانطلاق. باهية، وهي باهية، هي باهية بشكلها الجميل وانطلاقها ما شاء الله. تتقدم صفوف المنطلقين في هذا الاندفاع لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، وتليها هنا في انطلاقة ثانية ومساندة ثانية دفرة 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 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، هملولة هناك انضمت في المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن أحمد في هجوم مباشر على الصدارة، وهنا مشكورة على المركز الرابع أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا خليفة بن سالم بالصقعة الذي يتولى تضميرها وتدريبها. هذه المراكز والأربع اللاتي انفصلنا عن مقدمة هذا الشوط من هذا الاندفاع. يا سلام، المركز الخامس، تحرك الشامخة على المركز الخامس أيضا لهجن العاصفة
حمد بن راشد بن غدير الذي واصل تقديم هجن العاصفة بهذا الشكل الجميل والمميز. الله، بدأنا بالصدارة، انطلقت هملولة، تغيرت الأمور ولكن باهية، إصرار الباهية على البقاء في المركز الأول والصدارة الأولى مع هجن العاصفة، وأيضا الواثق الذي يثق بإمكانياته وأيضا قدرات هذه الباهية التي تعلن تواجدها على المركز الأول منذ انطلاق الشوط وحتى هذه اللحظة. ما شاء الله، شوف الإنجاز المتميز، شوف التحدي الذي يبدأ هنا بالباهية والسيطرة التامة والبصم أيضا والختم بالشمع الأحمر على مقدرات هذا الشوط وانطلاقته التي بدأت هناك تحمل اسم الباهية على المركز الأول. ما شاء الله وتبارك الله، انطلقت هذه المفاجآت، جاءت هذه المفاجآت، أعلنت الباهية أنها سيدة الموقف في شوطنا الأول وانطلاقنا الأول. تهنئة وناموس إذا من هذه اللحظات إلى هجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهنئتنا أيضا إلى الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ما شاء الله، 4 كيلو قيادة لهذه الانطلاقة وباهية تصل إلى المركز الأول محققة أول انتصار في هذه الأمسية التراثية المميزة. المركز الثاني دفرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشامخة أيضا لهجن العاصفة، المركز الرابع حملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، والمركز الخامس عودة إلى شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه المراكز الأولى والتحديات الأولى والإثارة التي انطلقت بداية بشوطنا المميز واندفاعنا المميز. الله، إذا عودة إلى التوقيت 6 دقائق 9 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية. تهنئتنا لهجن العاصفة، التهنئة للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الأداء الجميل والمؤكد أيضا هذا الانطلاق. المركز الثاني ذهب إلى دفرة اللي وصلت في المركز الثاني، التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، التهنئة أيضا لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير 6 دقائق 10 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث انطلقت فيه الشامخة، تهنئتنا والناموس لهجن العاصفة، تهنئتنا أيضا لحمد بن راشد بن غدير على هذه الانطلاقة. أيضا مشاهدينا الكرام متابعينا الفاضل، دعوني أرحب في هذه اللحظات أيضا بزميلنا الذي يتواصل معنا من قطر الشقيقة وصوت الشحانية المميز زميل سعد بن متلع العتيبي. شكرا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الأعزاء، مشاهدينا الكرام، عشاق سباقات الهجن العربية الأصيلة، نحييكم من ها هنا من ميدان المرموم ومنافسات هذا اليوم التي تحمل انطلاقات اللقايا وتحديات هذا